اللي يميز اسبوع بريف دويل القتال هذه السنه هو النسخه الاولى من الام ام اي سوبر كاب اللي تقام لاول مره في تاريخ فنون القتال المختلطه. هذه النسخه تعتبر انطلاقه فعليه للعبه فنون القتال المختلطه، نقدر نقول تغيير في 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 لعبه فنون القتال المختلطه. كنا نشهد في جميع منافسات الهواه في فنون القتال المختلطة ان اللعب يكون اندفجوال، لاعب ضد لاعب، لكن اللي بنشوفه ان شاء الله في الام ام اي سوبر كاب هو فريق ضد فريق راح يتنافسون، والفايز من الفريق هو اللي راح يصعد للادوار الثانية. بالاضافة الى الام ام اي سوبر كاب عندنا النسخة ال 57 من بطولة بريف اللي راح تشهد وجود مقاتل بحريني لاول مرة يلعب على بطولة العالم في البنتمويت، هو اللاعب حمزة الكوهجي اللي إن شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى أنه يرفع اسم البحرين ويكون أول بحريني يحصل على بطولة العالم. First of all, I would like to thank His Highness Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa for his support for the MMA in the region. الشيخ خالد بلش his vision مع الهواة والاحتراف بالهواة لما بلش بسنة 2017، استضاف بطولة العالم على مدى 3 سنوات. اليوم البحرين نمبر 1 بالعالم من وراء الشغل اللي صار. اما على صعيد الاحتراف فمنظمه بريف اف سي عملت نقله نوعيه بالعالم وصارت محط انظار كل الابطال الدوليين والعرب. بالنسبه لليوم نحن امام حدث كثير كبير يلي هو السوبر كاب. السوبر كاب هو اهم حدث بالهوات استضافته البحرين بدعم هيز هاينس على جميع الصعد، على صعيد التنظيم ام على صعيد الجوائز الماليه. مبسوط كثير انا هلا هون بوجودي بالبحرين لنشهد على بريف كومبات ويك واول بطوله المنتخبات العالميه اللي هي الام ام اي سوبر كاب يلي هي حتستضيفها اللي مستضيفتها للبحرين وعم تكتب تاريخ اليوم. وان شاء الله بنشوف الفرق كمان، في عنا فريق عربي وفريق البحرين، بنشوف الفرق كلها عم تعطينا نتائج ومستوى حلو ونتمنى لهم كلهم توفيق. طبعا برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، منظمة بريف ناو بيكم بيج، وبريف طبعا من المنظمات الحين they grown up في ساحة الفنون القتالية. Now there is a new generation of MMA coming. طبعا باستضافة nation versus nations. طبعا MMA Super Cup راح تكون شيء مميز في هذه البطولة بالإضافة إلى بريف. وإن شاء الله تكون هالبطولة موفقة إن شاء الله، والتوفيق لمنتخب البحرين طبعا.